بينما في دول اخرى لاحظوا انه مجرد انه صحفي تختف الناس كل تتحرك والدوله الكل تتحرك وتجند طاقات الكل من اجل تحريرهم. نتسائلوا الى متى يتم التعامل مع التوانسه اللي يتعرضوا للضغوطات واللي يتعرضوا للاعتقال للصمت الرهيب هذا، والى متى الحكومه ما تقدمش حتى معطيات. الإرهاب يستهدف رمز آخر، هو رمز إنساني وليس رمز فئة، أو هو رمز إنساني رمز الحرية، حرية حرية الصحافة والتعبير. على الحكومة ووزارة الخارجية لكشف الحقيقة، ومن يرى يقف وراء حجز كل الدخول حجز، لأنه بالذات ما هناك فمش حقيقة تدير تؤكد وفاة أو إعدام كل من سكان الشرابين مدينة الكتاب.